ما نقول الإمارات وحين نكتبها ويكتبها ذلك الطالب على مقعد دراسته أو الموظف في مكتبه، وإحساس المحب بالوطن الغالي والكبير على كل المساحات، فإن في ذلك تعريف بالخير والسلام وسرد قصة بطولية لأمة المجد ديدنها. واسألوا عن الماضي وتعالوا لنشاهد الحاضر، فستعرفون أي مستقبل جميل للإمارات. فرد سيلثم رملها، تناخ بنا التحنان أن كلنا الفرد، نسابق في حب الإمارات شوقنا. وإن قيل جن القوم ما خاننا الرشد، نجن بها فخرا ونخلا وصبوا. تدثرنا سبع وسبع تقلنا، وتحضننا سبع إذ انتظم العقد. وإن هاج بحر نحو بعض ترابها، تلاصقت الأكتاف. جحيم على الجاني وللظامئ الورد. رضعنا إباء النخل من كل نخلة بشوش محياها، وإن خانها الرعد تسابق من يعدون وهي مكانها. وفي عين بعض القوم تبدو ولا تبدو إمارات تيهي. الليلة كغيرها من الليالي الاستثنائية، هنا الأيام مرسومة بالجمال. أتحدث بذلك ونحن في عشية افتتاح الألعاب الإقليمية الخاصة والتي تستضيفها الإمارات للمرة الثالثة، وها هي تعود لأبوظبي، هذه العاصمة العالمية للمبدعين والرياضيين بعد 10 أعوام، لتكون منصة نخوض بها التأهب لأكبر حدث رياضي إنساني سيكون بضيافة أبوظبي في مارس العام المقبل، وهي الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.
أهلا بكم من جديد، والترحيب موصول لضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو. نبدأ بالترحيب بالأستاذ طلال الهاشمي، عضو مجلس الإدارة للأولمبيات الخاص الإماراتي، أهلا بك. والأستاذ عبد الله الوهابي، مدير الإدارة الرياضية في الأولمبيات الخاص أبوظبي 2019، أهلا بك. وسلطان الخيلي، مختص برياضة الفروسية، أهلا بكم جميعا. ونبدأ حوارنا عن هذه الفعالية، يعني هذه الحدث العالمي الكبير الذي يحدث حاليا في مدينة أبوظبي. نبدأ بأهمية هذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على هذا البرنامج أو هذا الاستديو الخاص باستضافة أبوظبي لدورة الألعاب العالمية للأولمبيات الخاص اللي متقدمتها هذه السنة دورة الألعاب الإقليمية في 2018. طبعا هذا حدث من أهم الأحداث الرياضية اليوم اللي تستضيفها دولة الإمارات، حيث أنه تحضير أو تيست إيفنت خاص بدورة الألعاب العالمية اللي راح تكون في 2019. أهمية هذا الحدث هو في البداية مشاركة مجموعة كبيرة من الدول فيه، وأيضا مجموعة الألعاب اللي موجودة فيه اليوم، نتكلم عن 16 لعبة إن شاء الله راح تكون موجودة في دورة الألعاب الإقليمية. دمج أصحاب الهمم مع أخوانهم في المجتمع من خلال هذه الفعالية، خاصة أن بعض الرياضات أو كثير من الرياضات الجماعية يشاركون فيها الشركاء مع أخوانهم أصحاب الهمم في هذه الرياضة، راح تنقل رسالة مهمة للمجتمع عن أهمية التعاون مع أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. يعني أهمية أستاذ عبدالله نيجي لحضرتك، وهذا الحدث يعني يحظى برعاية كبيرة واهتمام كبير، برعاية رسمية ورعاية مجتمعية. أهمية هذه الرعاية في إبراز هذا الحدث بالصورة الواجب إبرازها والوصول إلى النتيجة النهائية، وهي هاي توعية المجتمعات بأهمية هذه الفئة وحقوقها. أكيد بلا شك، الحمد لله رب العالمين، الدعم قائم من الكبير والصغير على جميع المستويات، الكل داعم صراحة للحدث. نبدأ من تحت، نقول من المتطوعين عمره 14 سنة ويتواجد في حدث كبير مثل هذا ويتعلم ويشوف ويساعد، المسؤولين متواجدين، شيوخنا الله يحفظهم كذلك داعمين، الكل ما شاء الله متكاتف، وبإذن الله إن شاء الله بنقدم حدث رياضي ناجح بإذن الله. إن شاء الله. سلطان، نرجع إليك، وأنت من الأشخاص اللي الرياضة بالفعل أثرت في حياتهم. نعم. يعني وحولتك إلى شخص مبدع ومتحدث وتمثل بلدك خير تمثيل. الحمد لله رب العالمين. حدثني شوي عن بداية الرياضة في حياتك، كيف كانت البداية وأهميتها، يعني اللي حسيتها موجودة بشخصيتك. في البداية طبعا نشكر الإعلام الجهود اللي تقدمها طبعا، ودعم الإعلام بشكل عام. يعني طبعا الرياضة هي في الأول والأخير يعني تغير من الشخص، يعني تخلي الإنسان في يعني رياضة يعني تساعد الشخص وتقوي أكثر، يعني كما يقال يعني يقول العقل السليم في الجسم السليم، يعني صحيح. زين، فهذا شيء زين في الرياضة، في الإنسان رياضي. يعني غير هذا يعني تخلي نفسيته طيبة لو الأخير، إن الرياضة تخلي يعني تعالج الإنسان داخليا وظاهريا. يعني الحمد لله رب العالمين، بالعكس الرياضة وايد ساعدتني في البداية، ويعني كنا الحمد لله رب العالمين، مش أنا بس، جميع اللي معاي في اللاعبين أو اللاعبات الحمد لله وايد غيرت منه، ووايد قدرنا إحنا ننتج. في البداية طبعا كنا في سوريا، والحمد لله رب العالمين توجنا المراكز الأولى، وهذا طبعا بعد تكريم الشيخ محمد بن زايد يا الله يطول في عمره، الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا ناخذ بعد المراكز الاولى في الالعاب العالميه في اليونان. جميل. الحمد لله رب العالمين، وتوجنا المراكز الاولى بعد، وغير هذه الرياضات طبعا احنا شاركنا فيها، والحمد لله رب العالمين قدرنا ننتج المراكز الاولى في جميع الرياضات. الحمد لله رب العالمين. رح نرجع نكمل معكم، ولكن الآن نرحب بزميلنا محمود الحسني المتواجد حاليا في صالة أدنك بأرض المعارض، والتي تنطلق منها فعاليات الألعاب الإقليمية بحفل الافتتاح غدا. يسعد مساك محمود.
يسعد مساك سرى، مسي عليك وعلى ضيوفة الكرام في الاستوديو وعلى مشاهدين أبو ظبي الرياضية. غدا نعم تنطلق الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص. أبو ظبي سرى هي المدينة الأولى عالميا التي تستضيف الألعاب الإقليمية والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في غضون سنة واحدة. تنطلق غدا الألعاب الإقليمية بمشاركة 1200 رياضي يتنافسون على 16 لعبة. استضافة أبو ظبي لهذه الأحداث تعتبر جزء من رؤية الإمارات 2021 والتي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. ترجع لك الكلمة في الاستوديو سرعة، على أمل التواصل من جديد. شكرا لك محمود، ومتابعين معك لنا عودة إليك. ولكن ننتقل الآن إلى مبادرات عديدة كانت حاضرة في أرجاء أبو ظبي قبل انطلاق فعاليات الألعاب الإقليمية الخاصة. من بين تلك المبادرات اليوم الرياضي الذي شهده استاد زايد للكريكت بمشاركة مجموعة من لاعبي الأندية. لا تتوقف المبادرات ولا الأفكار الترويجية للجنة المنظمة العليا للأولمبياد الخاص، والتي نعيش هذه الأمسيات على وقع منافسات الألعاب الإقليمية. وهنا استاد زايد للكريكت يشهد حضورا من نوع خاص في صورة تجسد مظاهر مساندة كل أطياف المجتمع الإماراتي للرياضيين في الأولمبياد الخاص. معنى توحيد اللعب انه هو تيب كل فئات المجتمع سواء الكبير والصغير، اصحاب الهمم واخوانهم من اللاعبين الاخرين، يلعبون تحت اطار واحد، تحت قانون واحد يحدهم للعبه، يتنافسون منافسه شريفه، ما في فرق ما بين اصحاب الهمم واخوانهم ايضا اقرانهم من نفس العمر ومن نفس الفئه، بحيث انهم يشاركون معهم الفرحه هذه بغض النظر عن النتيجة. في النهاية نحن اللي يهمنا أنهم يكونون جزء مهم من مجتمع الإمارات ومن مجتمع الدول إن شاء الله. هنا وفوق هذا العشب توافد 150 لاعبا يمثلون 11 مدرسة في مدينة أبو ظبي من أجل دعم الألعاب الإقليمية. وبدت الفكرة مبتكرة حينما قامت كل مدرسة وكأنها تمثل بلداً في الألعاب الإقليمية، مما يدل على أن الرياضيين أصحاب الهمم سيلقون كل التحية والمؤازرة على تشجيعهم. اليوم المدارس الحكومية والخاصة شاركت في البرنامج هذا وفي اليوم الرياضي هذا. هذه اللعيبة إن شاء الله في خلال البطولة بيكونون جمهور وداعم للدول اللي بتشارك. نبغي نسوي بعض المباريات ما بينهم وما بين أيضا بعض اللاعبين، ما قصروا من الأندية حضروا معنا، مهند من العين وسلطان الجزيرة ومحسن وأيضا عامر من بنياس. توليفة عمدنا أنها نسويها اليوم إن شاء الله بحيث أنها تشمل لعيبة من المدارس وكذلك أصحاب الهمم موجودين ولعيبة من الأندية. هذا طال عمرك حدث رياضي ومهم قبل يكون رياضي إنساني، أن جميع الفئات في الدولة تتشارك وتكون حالها حال بعض. فاليوم هذا شرف لكل لاعب موجود اليوم هني أنه يتواجد في هذا الحدث. نحن كلاعيبة دائما لازم نكون متواجدين في هذه الإيفنتات والمحافل عشان ندعم، خاصة أن الدولة إن شاء الله في المرحلة القادمة راح تنظم هذه الألعاب البرلمانية أعتقد، فنحن إن شاء الله متواجدين اليوم دعما لهم إن شاء الله. واجب علينا ندعم هالفئة هذه، أعتقد فئة مو يعني فرق بيننا وبينهم ولا شيء، يعني في النهاية كنا يعني سواسية في المجتمع في المنطقة. أكيد نحن نحب ندعم هالفئات، ندعمها بكل قوة حتى تحقق إنجازات، تقدر تخدم المجتمع
كثر ما تقدر وتفيدنا ونقدر نفيد نستفيد منهم بأشياء كثيرة أتوقع. ثلة من لاعبي كرة القدم الإماراتية حضروا وساهموا بالمشاركة وبدت ملامح الحب على وجوههم لهذا الحدث المرتقب ولمشاركيه، لتبدو أبو ظبي المكان الأجمل لاحتضان أصحاب الهمم لحدث استضافته بالتأكيد نجحت بمبادرات رائعة قبل أن تبدأ الفعاليات. نرجع لك ونتحدث عن أهمية هذه المبادرات، منها يعني هاي المبادرة اللي شفناها بالتقرير الماضي وأيضا مبادرات عدة تحدثنا عنها في حلقاتنا السابقة. أهمية هذه المبادرات في دعم هذا الحدث وخروجه بالنتيجة بالشكل المطلوب. أكيد اليوم أي حدث رياضي ينظم لازم تكون هناك مجموعة من المبادرات اللي تساهم في نجاح هذا الحدث، منها أهداف كثيرة طبعا، ربط هذا الحدث بالمجتمع وأيضا أويرنس للناس أن هناك في حدث رياضي بهذا الحجم راح ينظم اليوم في إمارة أبوظبي. هذه الأحداث عطت انطباع جيد للمجتمع بأن هناك تحضير جيد لهذه البطولة، وأيضا أعطتهم فكرة عن موضوع دورة الألعاب الإقليمية للأولمبيات الخاص. كان هناك أيضا برنامج المدن المستضيفة مثل ما تعرفون ساهم بشكل كبير في نشر موضوع البطولة والأمور الخاصة بالبطولة في كافة إمارات الدولة. فاللجنة المنظمة مشكورين على تنظيم هذا النوع من الأحداث اللي ساهم بشكل كبير في توعية طلاب المدارس، الأهالي، المجتمع بشكل عام عن أهمية تنظيم الدولة للأولمبيات الخاصة. سلطان أنت موجود معنا اليوم، ويعني نحن نتحدث عن أصحاب الهمم وأهمية هذا الأولمبياد بالنسبة لهم والألعاب الإقليمية، وأنت يعني الشخص المناسب جدا ليحدثنا عن هذا التأثير الذي يشعر به أصحاب الهمم يعني لما يشوفوا كل هاي الاهتمام، لما يشوفوا كل هذا الدعم. طبعا اللاعب اللي هو لاعب أصحاب الهمم يوم يعني يشوف فيه اهتمام من قبل الإدارة أو المدربين أو الجهات المنظمة يحس أنه في شيء، يعني في حافز يقدر يساعد أكثر أن يوصل لأكثر من الرياضات أو ينتج أكثر نتاج إيجابية، يعني ممكن يتوج مراكز أولى عادة يعني. صحيح. وهذا شيء يساعد أكثر الصراحة، خصوصا يعني كثر ما كان الدعم موجود لازم يكون اللاعب بعد عنده طموح أكثر أن يوصل على الأقل يقدر يبيض وجه الناس اللي ساعدت معه. جميل. أستاذ عبد الله رح نرجع إليك، وبدأت الوفود بالوصول يعني من 3 أيام تقريبا وصار في العديد من المبادرات، حدثنا اليوم كيف ردود فعلهم إلى الآن وأهم ما حدث اليوم للبدء بالمنافسات. نحن من استقبلناهم بدأوا يقولون القصص وشو صار معهم في الإمارات خلال 3 أيام هذيلا وكيف تعرفوا على التقاليد والعادات الإماراتية، وحتى في منهم زاروا عوائل إماراتية وتشاركوا معهم وجباتنا المحلية. بالفعل كانت مبادرة جميلة، مبادرة المدن المستضيفة، واليوم بدينا في أول أيام الأيام الرياضية نقول اللي هو اليوم الخاص بالتصنيف 16 لعبة بدينا من الساعة باكرة من الساعة 7 صباحا كانت الملاعب جاهزة حكامها بالمنظمين. تم تصنيف اللاعبين خلال من 9 صباحا بدينا لحد 4 مساء تم تصنيف اللاعبين على مجموعات بحيث أنهم يبدون إن شاء الله يوم الأحد. جميل. سلطان أنت موجود معنا اليوم كنجم من نجوم منتخب الإرادة في مجال الفروسية، ونحن أيضا رح نستعرض اليوم في حلقتنا أيضا نجوم ونجمات من العنصر النسوي. فمنذ أن بدأت أمسيات الحديث عن الألعاب الإقليمية كان استعراض نجوم منتخب الإرادة المرتقب بتحقيقهم نتائج إيجابية في البطولة حاضر معنا، واليوم نكمل ما بدأناه ونتحدث عن واحدة من النجمات الإماراتيات في البطولة، أتحدث عن موزة آل حامد.
إنها ذلك الفرح الذي يأتي بلا استئذان، يطرق الأبواب ليقول أنا هنا. لذا هي في هذا المكان كما تليق بها كل الأماكن، موزة آل حامد بطلة من بلادي. في الإمارات عديدة هي الصور الجميلة التي ترسم ملامح الفرح في دارنا، وهناك أناس هم لنا البهجة وكل معاني السعادة، فشكرا لأنهم بيننا. موزة أحد هؤلاء. I want to win in Japan and Emirates from Abu Dhabi. كثيرون من هذا الكوكب يحلمون ويتمنون، ولكن القليل منهم من يحلم فيستيقظ من منامه ليكمل حلمه. I do cycle, I do swim. I can win all this game, I can do it. موزة أحد هؤلاء الذين لم يستسلموا لسياج أحلام المنام. أي بطلة أنت؟ I am a champion. I am from Emirates, Abu Dhabi. All the people can watch me. Thank you of champion. سلطان، شو رأيك بالمشاركة النسائية في هذا المنتخب؟ أنت عضو بمنتخب الإرادة، شو رأيك بالمشاركات؟ بالعكس، هم طبعاً له الخير، يعني اعتبر أخواتنا، يعني إن كان لاعبات أو إداريات. وبالعكس إحنا طبعاً كان في سور عندنا الأخت وفاء الكندي، الله يبارك فيها إن شاء الله، طبعاً من اللاعبات اللي كانوا طبعاً متميزين عندنا في رياضة الفروسية الحمد لله رب العالمين، ولا الرياضية عايشة الظاهري بعد نفس الشيء، يعني كانت معانا في اليونان، وما شاء الله من المنافسات ما شاء الله عليها، يعني الله يبارك فيها إن شاء الله. أستاذ عبد الله، ننتقل إليك، ويعني عندما نرى النجمات في منتخب الإرادة، يعني الحمد لله الفرح والتفاؤل بأنه بناتنا بنات المجتمع الإماراتي على الرغم من هاي الصعوبات والتحديات اللي بيواجهوها إلا أنهم قادرين على أن يثبتوا نفسهم. حدثني شوي عن المشاركة النسائية في هذا المنتخب. المنتخبات يمكن أستاذ طلال لأن مسؤول عن المنتخبات يمكن يقدر يفيدكم في الموضوع هذا، بس أنا بالنسبة للرياضة، الرياضة هي في النهاية بالنسبة للأولمبياد الخاص ما هي إلا وسيلة إحنا قاعدين ناخذها الحين أساس ندمج أصحاب الهمم مع قرنائهم. القانون الرياضي واحد سواء كانوا لأصحاب الهمم أو لزملائهم، قانون واحد يحد الاثنين بغض النظر عن الجنس. أنا شفت اليوم في مرحلة التصنيف ما شاء الله ما شاء الله الرياضيات اللي كانوا موجودات يعني مستواهم مبشر، وخاصة منتخب الإمارات في كذا لاعبة ما شاء الله عليهم، وبإذن الله إن شاء الله من يوم الأحد تبدأ تبين عندنا النتائج ونشوف نتائجهم إن شاء الله. إن شاء الله توفيق إن شاء الله. أستاذ طلال، استكمالا لحديث ركيد. أستاذ عبد الله، في هذا العام شفنا مشاركة لأول مرة في الجمباز والسباحة، حدثنا شوي عن هذه التطورات. إحنا اليوم في مؤسسة الأولمبيات الخاص برئاسة فخرية من سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد، بعد تشكيل المؤسسة كان هناك هدف واضح أن نكون المؤسسة الأولى على مستوى العالم في عملية الرياضة الخاصة بأخواننا أصحاب الهمم ومنتخب الإرادة، وكانت متابعة حثيثة من معالي شم المزروعي رئيس مجلس إدارة الأولمبيات الخاص بأن منتخبات الإمارات أو منتخب الإرادة يشارك في معظم الألعاب اللي موجودة اليوم اللي تنظمها إمارة أبوظبي في دورة الألعاب الإقليمية. الحمد لله بتكاتف جميع الأندية والشركاء الأساسيين معانا اليوم وفقنا في تشكيل منتخبات في 15 لعبة،
من 16. جميل. وإن شاء الله لولا ضيق الوقت لكنا حتى 16 شاركنا فيها، لكن كنا صادقين مع أنفسنا وما حبينا نشارك لمجرد المشاركة فقط. فالتارجت الجاي إن دورة الألعاب العالمية في 2019 إن شاء الله في 23 لعبة يكون هناك رياضيين إماراتيين مميزين. الوفد حرصنا أن يكون أكبر وفد في تاريخ الأولمبيات الخاص، مشاركة منتخب الإمارات طبعا في الأولمبيات الخاص، فكان عدد المشاركين 144 لاعب، منهم 111 من منتخب الإرادة وأصحاب الهمم، و30 واحد من الشركاء أخوانهم اللي يشاركون معاهم في الألعاب الجماعية. أيضا هناك الوفد مكون تقريبا من 58 مدرب وإداري مشرفين على هذا المنتخب ومرافقين معاهم. فأكبر بعثة في تاريخ الأولمبيات الخاصة الإماراتي، عندنا أهداف واضحة، وهذه ترجمة لأفكار سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد الرئيس الفخري للأولمبيات الخاص. حرصنا أيضا على نفس ما أشرته يمكن اللي هو عملية مشاركة الفتيات، وأنه يكون في عدد مميز هذه السنة ويكون لهم مشاركة إيجابية، وإن شاء الله راح تشوفونهم حتى على منصات التتويج، رغم أن هذه الدورة الكل فايز فيها، المشارك، المنظم، الجمهور. من هذا المنبر نقول للجماهير تعالوا ادعموا منتخب الإمارات، اليوم المشارك في هذه الألعاب وجودكم راح يأثر بشكل كبير في اللاعبين. أخوي سلطان يمكن تكلم في البداية عن موضوع كل ما حصلنا دعم نريد نشارك أكثر، نحب نكون موجودين ويحسون حتى باندماجهم مع المجتمع اليوم. فمن هذا المنبر ندعو جميع المقيمين في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات بشكل عام، تعالوا معنا شوفوا أولادكم وبناتكم في هذه المنافسات، وجودكم راح يأثر فيهم بشكل كبير إن شاء الله. يعني إحنا معكم إن شاء الله وقلوبنا معكم. أكيد. 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 وكل التوفيق لكل أعضاء منتخب الإرادة. أكيد. سلطان راح أرجع إليك. ومنافسات عالمية. نعم. ومشاركة عالمية. نعم. كيف بتعمل على تأهيل نفسك حاليا والتدريبات اللي مطلوبة منك قبل الخوض في هذه المنافسات؟ نعم، طبعا في البداية نشكر المدربين لأنهم صراحة يعني ما شاء الله عليهم مجتهدين معانا لأبعد حدود، يعني إن كان مدربة أو مدرب، طبعا ما شاء الله ما مقصرين معانا صراحة، يعني من ألف إلى الياء. غير هذا حاليا احنا مستعدين جميع اللاعبين وباذن الله تعالى راح نتوج للمراكز الاولى ان شاء الله. وطبعا نتمنى الخير لجميع المنتخبات الموجوده والفود الموجوده، نتمناهم الخير ونتمنى من يكونوا طبعا يتوجوا للمراكز الاولى، في الاخير هم اخواننا يعني ما حد، الحمد لله رب العالمين. يعني يعني عم نشاهد معاً لقطات لفعاليات صباح اليوم من التدريبات والتصفيات، يعني وكل الاستعدادات التي تقوم بها الفرق والوفود المشاركة. أستاذ عبد الله، عشية ليلة الافتتاح كيف هي الأجواء؟ وكنت تحدثني عن خلية النحل اللي لا زالت تعمل حالياً. نعم بالضبط، مثل ما ذكرتك من الساعة 7 صباحاً كانت الملاعب جاهزة ومفتوحة، والأطقم الإدارية والفنية موجودين، الاتحادات الرياضية كانت داعمة بالطاقم الفني والتحكيمي وكانوا متواجدين الكل على جميع المستويات. رئيس اللجنة العليا معالي محمد الجنيبي مر بنفسه وشاف الاستعدادات، وكنا في مرحلة التصنيف اللي خاصة اليوم، لأن يمكن في خصوصية بالنسبة للأولمبيات الخاص عن باقي دورات الألعاب أن يتم تصنيف اللاعبين قبل بدء الدورة، بحيث أن كل مجموعة لاعبين ما بين 3 إلى 8 يوضعون في مجموعة متقاربة من المستويات علشان يلعبون في يعني كمنافسات داخلية ما بينهم، ويتم ترتيبهم كمجموعة واحدة. فهذا اليوم هو اللي خاص بالتصنيفات، تمت تصنيفات الفرق وتم اعتمادها، كانوا في مراقبين من الاتحاد الدولي وكانوا كذلك في مراقبين من الاتحادات المحلية، تم كذلك عمل تجربة لنقل بث حي تلفزيوني ونجح إن شاء الله. كذلك كان في برنامج اللي هو الخاص بالSO Connect، برنامج جديد تم تجربته اللي هو البرنامج الخاص بالنتائج.
الحمد لله رب العالمين مر اليوم بسلام وبدون أي احتجاجات، كل الفرق راضية عن الأداء الفني والتنظيمي للجنة المنظمة. يعطيكم العافية. وبساط النجومية في منتخب الإرادة لا يتوقف عند لاعب أو اثنين، بل هو ممتد، ومن يشملهم التألق مروى مرشد. تمخر بسفينتها عباب الأحلام، لا تأبه لرياح تضعف إرادتها ولا لأمواج الخوف. يا لسحر هذه الرائعة، إنها مروى مرشد. والله بصراحة نحن شجعناها لما التحقت بالنادي وشفناها في تحسن في حركاتها في مستقبلها في، وشجعناها وكانت تداوم على النادي ما شاء الله، وهناك شباب ما شاء الله كان يساعدوها وهذا، وشوف انها لها ميول للرياضه هذه، وما شاء الله تجي من المدرسه وساعه 4 تكون جاهزه للنادي. هنا الحياه تبتسم لها، بل تحب من هم مثل مروه، فهم يستحقون كل تلك الالوان الزاهيه لتفاصيل يومياتهم. وهذا هو قدر الاستثنائيين من البشر، شهرة وأضواء، فالبطل دائما هو العنوان، واليوم عنواننا مروة. أنا يوم ألعب رياضة أحس إني أنا فرحانة مبسوطة. مروة في تطور ويجي لها سفريات تروح، ومرمرة ينادوها هي وأمها يروحوا ما شاء الله، ويحضروا ندوات ويحضروا جلسات في النادي وهذا، وقلنا يمكن إن شاء الله يكون لها شأن كبير في النادي هذا. تنادي في دواخلها كل شيء فيها من أجل إثبات الذات، ولأجل كل ما يثبت أنها تستحق تلك الورود لتطوق عنقها. بس أنا حبيت السلة عشان هي أسهل، يعني أسهل لعبة. أتمنى أن تكون رافعة في العمل علم الإمارات، ونتمنى تكون يعني من الأوائل، وتكون من اللي بتكون تساعد تفتخر فيها الدولة ونفتخر فيها نحن كمان، ونتمنى لها يعني مستقبل باهر وكبير. هذه مروة ذات القلب البريء المليء بالأحلام والأمنيات، فباتت تعابير الفرح ترسم ملامحها. وبرفع علم دولتي عشان الناس كلهم يفتخرون. ما مدى البذل والجهد والعطاء والتعب والإرادة اللي مطلوبة من أصحاب الهمم للوصول إلى مراحل متقدمة في الرياضة؟ كل ما توفر الوقت وتهيئة الأجواء الرياضية يقدر اللاعب أن ينتج أحلى النتائج، إن كان في معسكرات وإن كان طبعا معسكر يكون قبل البطولة، أعتقد بشهر أو بشهرين يعني هذا آخر حد، يعني يقدر اللاعب أن ينتج فيها، يقدر أنه يبذل أكثر جهد في الرياضة هذه. في الحالة هذه بيقدر ينتج أحلى نتائج إيجابية طبعا، وطبعا مع تعاون، أهم شيء يكون تعاون بينه وبين المدربين، يعني مدرب يعني مفروض أنه يكون إيجابي مع اللاعب، حتى أنه يقدر ينتج اللاعب، أنه يقدر يسمع كلامه أو يتعاون مع اللاعب أكثر. جميل. أستاذ عبد الله، كنت حابب أنه نحكي بهذه الجزئية كمان. نعم أختي، بالنسبة للتمارين الموجودة والمجهود المبذول من أصحاب الهمم، ليش سميناهم أصحاب الهمم؟ لأن بالفعل ما يقومون به من تركيز وتمرينات على محدودية القدرة اللي موجودة عندهم، صحيح، صراحة يعني يحسدون عليه. لأن حتى الدراسات تقول أن مثلاً لاعب أصحاب الهمم لما يصوب مثلاً في كرة السلة على بعد مترين
وكمية التركيز المطلوبة منا والقوة هي نفسها للاعب عادي ممكن يلعب من نهاية الملعب لبداية الملعب. صحيح. يعني تخيلي شو يعني شو المقارنة ما بين الاثنين. لذلك ما شاء الله عليهم يعني بذلوا مجهود كبير قدروا أن يبهروننا بمعدل المهارة الموجودة عندهم. لو تشوفين اليوم كيف كانوا فرحانين بمرحلة التصنيف وانطلاقة هذا ويعني مرحلة التصنيف هذه ما فيها نتائج. صحيح. مجرد أن يأخذون كل مجموعة يخلونها في على حسب المستويات مالها. إلا أنهم هم ماخذينها كمباراة فعلية يعني بدأت عندهم المنافسة من اليوم. أكيد. الرياضة صارت جزء من حياتهم غيرت حياتهم إلى الأفضل. أستاذ طلال كيف يعني حاليا يتم اختيار أعضاء فريق الإرادة الإماراتي على أي أساس؟ ما هي الأسس؟ ما هي الشروط؟ أكيد اليوم في البداية هناك أندية على مستوى الدولة مشكورة ترعى وتهتم بأصحاب الهمم تمارينهم اليومية انضمامهم لهذه الأندية. النشاط كان موجود في تابع الاتحاد الإمارات للمعاقين في الفترة الماضية وكان في لجنة خاصة بالسبيشال أولمبيك. بعد تشكيل المؤسسة اللي اليوم تشرف على الأولمبيات الخاص كان عندنا هدف واضح بأن إعطاء الفرصة لكافة الرياضيين اللي يمارسون الرياضات من أصحاب الإرادة أنهم يكونون موجودين ويمثلون منتخب الإمارات في كافة البطولات. طبعا نحن ملزومين بكوتة معينة وعدد معين فارتئينا اللاعبين اللي مستمرين في النشاط ويؤدون تمارينهم وفي اهتمام من أولياء الأمور. اليوم أولياء الأمور بعضهم كانوا موجودين معنا حتى في المعسكر التدريبي وسكنوا في نفس الفندق وحاولنا نساعد ونوفر لبعضهم بحضر التصفيات عندنا موجودين ومساهمين بشكل كبير في عملية الدعم اللي احنا نحتاجه اليوم كمؤسسة خاصة مشرفة على الأولمبيات الخاص. فعلى هذا الأساس تم الاختيار. اللعيبة اللي ما وفقوا أو ما اختيروا في المنتخبات ساهموا بشكل كبير في البرامج الخاصة بالبطولة والمبادرات اللي تكلمنا عنها. كان في فريق كامل في عملية الزيارات الخاصة بمدينة العين في برنامج المدن المستضيفة من أصحاب الهمم اللي كانوا موجودين واستقبلوا أخوانهم اللي من الدول الأخرى. فعلى هالأساس تم الاختيار ونظمنا معسكر تدريبي لمدة 10 أيام قبل البطولة. بعدها على طول انضموا اللاعبين للفنادق الخاصة بالبطولة. ما في رهبة نفس ما مثل ما قلت اليوم معسكر رياضي خلاص صار بالنسبة لهم دخلوا في أجواء البطولة قبل البطولة. حاولنا نأهلهم في أجواء البطولة أن يكون عندهم استعداد ذهني ونفسي ورياضي أيضا من خلال التمارين اللي كانت موجودة. معالي شم المزروعي شرفتنا بالزيارة هناك كلمت اللعيبة قعدت معهم أيضا أصحاب السمو الشيوخ جو زيارات للعيبة كلموهم عن أهمية اليوم الاهتمام بأصحاب الهمم من أعلى هرم في الدولة. سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد مهتم بشكل مباشر الله يطول عمره وتوجيهاته واضحة في نجاح هذا الحدث في زياراته أول من بادر في مبادرة نمشي معا. أيضا سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد جاء وشارك في هذه المبادرة. سمو الشيخ منصور بن زايد سمو الشيخ سيف بن زايد كلهم شاركوا مع أخوانهم أصحاب الهمم وهذه رسالة واضحة للمجتمع بشكل عام بأهمية هذه الفئة في دولة الإمارات. دولة الإمارات الحكومة استثمرت بشكل كبير في دمج أصحاب الهمم. اليوم ما تروح مكان إلا تحصل باركن خاص أو باركنات معينة. كل الأمور. صحيح. والتجهيزات اللوجستية الخاصة بدمج أصحاب الهمم كل جهة حكومية تحصل فيها وظائف وهذا يدل على تميز المؤسسة. المدارس. فالمدارس نفس الشيء. فهم موجودين معانا وبارت ما نحس بالاختلاف أبدا في دولة الإمارات. هذا يدل على شيء يدل على اهتمام الحكومة بكافة شرائح المجتمع الله يطول عمر شيوخنا ويخليهم إن شاء الله لنا ودائما ذخر في هذه المواضيع إن شاء الله. يعني وهذا أحد أكبر الأسباب على كون مدينة أبوظبي هي الخيار الأمثل والأفضل لهذه الفعالية لأنه المجتمع الإماراتي والحكومة الإماراتية ويعني وكل المقيمين والعايشين في المجتمع هم مهيئين
تقبل هذه الفئة والتعامل لو معها. لو بتسمحي لي أضيف أيضا نقطة، اليوم برنامج المدن المستضيفة يمكن المشرفة عليه كانت مع اللجنة المنظمة، وصحح لي أخ عبد الله إذا أنا غلط، وزارة تنمية المجتمع. نعم. فنشوف تكاتف حتى الوزارات. معالي حصة أبو حميد كانت موجودة في كل المؤتمرات بالفعل. الصحفية في كل الفعاليات اللي موجودة. إمارات الدولة كلها مشكورة، دواوين من مجالس رياضية، من مجلس تنفيذي في إمارة دبي، حكام بنفسهم كانوا موجودين، كلهم رتبوا الأمور وخذوا بادرة كأن هذه مبادرة لوحدها خاصة فيهم. فنشوف تميز في عملية كافة إمارات الدولة اللي استضافت برنامج المدن المستضيفة. تنافس جميل، ما في تنافس. شفنا إمارة دبي تسوي شيء للوفد اللي عندها، صحيح. نلقى مدينة العين إمارة أبوظبي يسوون شيء مماثل، رأس الخيمة يسوون شيء أحسن، الفجيرة، فكل إمارات كأنه عرس والكل فرحان فيه. فهذا ندل على شيء الحمد لله، يدل على أن البيت متوحد وأن كافة الوزارات والجهات الحكومية راح تساهم وراح تكون موجودة في نجاح هذا الحدث. صحيح. نواصل معكم سرد قصص نجاح فتيات منتخب الإرادة. حمد الحسني رائعة حاضرة من بين روائع أصحاب الهمم في منتخب الإرادة الإماراتية، لها قصتها هي الأخرى. وجه هذا الذي يشبه الربيع، وعينان هادئتان ترمقان الانتصار، فكلهما صفاء. إنها البطلة حمد الحسني. دخلت أول في السلة وبعدين في البولينج. ل2006 هي كانت لعبتها في البولينج. من بعد قامت يعني ودونها للجري، قالوا لي يعني جسمش يعني ممتاز للجري ولهذا، وخلاص دخلوها في الجري. دخلوها في الجري لين 2008. أنا أول ما دخلت رياضة دخلت عن طريق المركز طبعاً، وكانت الحمد لله عندي مدربة يعني، واكتشفت مواهبي يعني بنفسها. ما كنت أريد أدخل بس هي دخلتني يعني بالقوة. أول شيء دخلتنا طبعاً في كرة السلة اللي هي من الألعاب الجماعية والخفيفة يعني، كنت أحبها أنا يعني. على شوي شوي يعني مع الوقت يعني بعد ما تعودت على كرة السلة اختارتني في الجري وقالت لي لازم تلعبين الجري، أنا أريد تسيبين ميداليات. تجالس أمها، تأخذ من سيدتها وسندها ما تتمم به إرادتها لتقوي عزيمتها، فتسلك دربها تعلن التحدي. هكذا هي تحب الحياة وتستحقها. تبين صراحة لما هي تفوز احنا فخورين يعني، عائلتها كلها فخورين، اللي هي تجاهد يعني الجهد اللي عندها لهالرياضة، والحمد لله رب العالمين اللي هي يعني فايزة فيها والله يعني انصرها. والله أنا الحين يعني تغيرت، لأن اللي شفت يعني قبل ما كنت اجتماعية ويا يعني حد ولا من حتى أهلي يعني، ما كنت أجتمع فيهم يعني، بس الحين الحمد لله أنا أجتمع في صغير يعني وكبير يعني، سواء كان يعني وافد أو يعني مواطن، وأتكلم وياهم يعني عادي يعني. رائعة أنت بروعة تلك الأوسمة التي تزدان بحمدة. والله من يعني حمدة شجعت في الرياضة، احنا قامنا نشجعها أزيد، وأنا الوحيدة يكون يعني عباريها أي مكان معسكر عندها، أي مكان بطولة عندها، في التدريب في كل مكان أنا معها. أني أنا مثل يعني دولة الإمارات، وأني أنا أرفع رأس يعني دولة الإمارات، وأنا فرحانة الحمد لله. فشي يعني أول مرة يصير هذا. وقت اللي أنا شفت يعني الحدث كان تحت صورتي الحمد لله، من بعد ما فزت أنا في 200 متر، كنا في أمريكا يعني، كانوا مطرشين لنا الجريدة من الإمارات الحمد لله، وكانوا كاتبين يعني أن الإمارات تستضيف الألعاب العالمية الحمد لله، وكنت فرحانة يعني وايد يعني. يقولون أن أشجار الياسمين لا تتعب من يبحث عنها لأن عبيرها فواح، وهكذا هي حمدة بعطائها وإرادتها.
ونعود إليك مرة أخرى سلطان للتعليق على فتيات منتخب الإرادة وهذا التصميم وهاي الإرادة اللي عم نشوفهم بلقاءاتنا معهم. طبعا الأخت حمدة الحمادي طبعا من الأخوات المتميزات في الرياضة، وطبعا الأم اللي هي حمدة طبعا ما شاء الله نعتبرها أمنا صراحة، يعني ما شاء الله ما تقصر مع الكل، مع الصغير والكبير ما شاء الله عليها يعني. والحمد لله هذا احنا شفناه يعني ما شاء الله، بس مجرد كرام هذا احنا شفناه قدام عيوننا في المعسكرات اللي كنا نحضرها، وكنا بعد نشوف حمدة ما شاء الله عليها متعاونه مع اللاعبات اكثر واكثر، هذا اللي احنا صراحه استانسنا عليه صراحه، ونتمنى كل البنات يكون نفسها ان شاء الله. استاذ طلال، لا يعني لازم اسالك عن هاي الجزئيه وانت مختص اكثر بالمنتخبات، يعني تفاعل الاهل اكثر مع هذه المنتخبات، التقبل اللي صار فيه الاهل بيعيشوا بحاله التقبل والفخر بابنائهم بعد ما كانوا بفتره من الفترات بحسوا بالخجل او صعوبه التعامل مع هاي الحالات، هذا التطور اللي وصلنا الى اليوم. احنا اليوم يمكن كانت توجيهات واضحة بأن يكون المعسكر التدريبي أو المشاركة، أتكلم عن هذه السنة، أنها مرضية لكافة أولياء الأمور وأهالي اللاعبين، فسعينا أن البيئة الخاصة بالمعسكر التدريبي تكون رياضية وأيضا فيها نوع من الترفيه ونوع من الاستكشاف بالنسبة للاعبين المنضمين لهذا المنتخب. فحرصنا أن الأهالي يكونون موجودين معهم سواء كان كمرافقين للرياضيين اللي يحتاجون مرافقين، وأيضا خصصنا يوم خاص بالأهالي في زيارة ترفيهية لحديقة الحيوان في مدينة العين. الرياضة تساهم بشكل عام في دمج أصحاب الهمم بالمجتمع، الأهم من ذلك دعم الأهل. دعم الأهل يشكل إضافة كبيرة للاعبين نفسهم، يكسر حاجز الخجل اللي تكلمتي عنه سواء كان للأهل أو للاعبين نفسهم. يمكن شفنا في التقرير أم حمدة تتكلم عن تواجدها الدائم في المعسكرات، هذا المعسكر حرصنا أنها تكون موجودة هي أم لكافة اللاعبات، تساعد معاهم في الأمور الخاصة، تساهم في عملية تواجدهم على الوقت المعين، تعطيهم بعض النصائح الخاصة بالأمهات. أيضا تفاعل أولياء الأمور مع أبنائهم اللاعبين يساعد بشكل كبير في تحقيق الأهداف المطلوبة منا اليوم في الأولمبيات الخاص. دعوة لكافة الأهالي أنهم يتواجدون، يعطونا آرائهم، الفيدباك اللي نحصره منهم هم يساعدنا في تطوير أنفسنا في السنوات القادمة فيما يخص رياضة الأولمبيات الخاصة إن شاء الله. جميل. شهدت المواقع المستضيفة للرياضات 16 للألعاب الإقليمية اليوم برنامج التقسيم باستثناء حلبة مرسى ياس التي تنطلق بها فعاليات التقسيم لرياضة ركوب الدراجات الهوائية يوم الغد 17 من مارس، ويعد برنامج التقسيم المحطة التحضيرية الأخيرة بالنسبة للاعبين المشاركين في دورة الألعاب الإقليمية 9 للأولمبياد الخاص والتي تشهد مشاركة أكثر من 1050 رياضي. ويشمل برنامج التقسيم له أهمية قصوى في انطلاق هذه المنافسات الإقليمية والعالمية للألعاب الأولمبية، إذ يحرص المنظمون على أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تتوافق مع معايير البطولة، مما يضمن أن جميع اللاعبين المشاركين يتمتعون بقدرات وكفاءات متساوية، وتحرص اللجنة التحكيمية على أن يتواجد في كل فئة مقسمة 3 رياضيين كحد أدنى و8 رياضيين كحد أقصى، وعلى أن تكون مستويات اللياقة البدنية والخبرات الرياضية لا تتجاوز 15% بين جميع الفرق المشاركة، سواء في الرياضات الجماعية أو الرياضات الفردية على حد سواء. وأستاذ عبد الله، بعض المعلومات اللي حكيناها عن يعني أهم الفعاليات اللي حدثت اليوم من تقسيم وبعض الشروط، ممكن تشرح لنا شوي عن أهم الشروط اللي بتحرصوا عليها وحرصتم عليها اليوم أثناء عملية التصنيف؟ نعم، التقسيم يتم على أساس 3 مستويات: الجنس والعمر والقدرة. الجنس طبعا يوزعون على مسابقات الذكور ومسابقات الإناث، وفي بعض المسابقات الخاصة اللي فيها الميكس. الشيء الثاني هو الأعمار، في فئات عمرية
من 12 ل 15 من 17 ل 18 وباقي الفئات. والمستوى الثالث اللي هو القدرة مثل ما ذكرتي 15% لازم يكون هو الأفريج ما بين اللاعبين. هذا يحقق العدل ما بين اللاعبة من 3 إلى 8 لعيبة في نفس المجموعة يتم تحديد طريقة اللعب سواء طريقة الذهاب والإياب أو طريقة الخروج المغلوب على حسب ما يرتئيه اللي هو المسؤول الفني للعبة. يتم بعد ذلك بدء المسابقات على مدى 3 أيام القادمة إن شاء الله. سلطان رح ننتقل إليك ورياضة الفروسية. نعم. هي رياضة مش سهلة أبدا ويعني مليانة تحدي لأنه أنت بتتعامل مع كائن آخر تتعامل. نعم. مع يعني الخيل. فحدثني شوي عن رياضة الفروسية في دولة الإمارات لأصحاب الهمم. حدثني عن وضع المنتخب والأشخاص المشاركين فيه إلى الآن. طبعا في البداية اللعيبة اللي معاه في المنتخب ما شاء الله عليهم يعني في البداية يعني ممكن يكون أحسن مني بالعكس، فنتمنى أن يكون أحسن مني بعد، ونتمنى تطوير لعبة الفروسية بالنسبة للمنتخب الأولمبيات الخاص لدولة الإمارات على أكمل الوجه. ممكن نقدر نشارك في لعبة قفز الحواجز، وممكن نقدر نشارك في لعبة القدرة، ما عاد أي مشكلة في بالنسبة للعبة الفروسية. وما شاء الله عليهم اللعبة عندهم طموحات أنهم يقدرون يوصلون لأبعد أو يعني ممكن تكون أقوى رياضي يعني في النسبة للعبة الفروسية، يعني ما عندهم أي مشكلة الحمد لله رب العالمين. ويعني إذا في مجال أنهم يطوروا لهم إن كان من اللعيب الموجودين بالنسبة إن كان محمد التاجر الشامسي ما شاء الله هذا واحد من اللاعبين اللي كان دائما مشتركين معاه في البطولات، اللاعب مثلا وليد خالد هذا بعد ما شاء الله عليه من يعني لاعب جديد هو طبعا، وبالعكس يعني ما شاء الله اللي فيه مبادره طيبه منه يعني يقدر يشارك، وعبد الرحمن بعد نفس الشيء، واللاعب عندنا اللاعبه فاطمه ما شاء الله عليها هي لاعب جديد طبعا ولكن بعد يعني عندها قابليه ان هي تتعلم وعايشه بعد نفس الشيء. يعني من خلال تواجدنا هون وحديثنا عن هذا الحدث العالمي. نعم. الكبير يعني أعتقد أنه أنتوا رح تلاقوا كل الدعم لأنه كل الدعم موجه لكم والدعم على يعني كافة المستويات. نعم. فرح نضل متابعينكم وكل التوفيق إن شاء الله. بالعكس الدولة تشجع رياضة الفروسية طبعا من أول إمارات إلى آخرها يعني الحمد لله رب العالمين. شهدت حديقة أم الإمارات عصر اليوم اختتام فعاليات نمشي معا قبل انطلاق فعاليات الألعاب الإقليمية. يذكر أن مبادرة نمشي معا تأتي من ضمن مبادرات أطلقتها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 بهدف إشراك ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة. نتحدث مع بعض عن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات. نرجع مرة أخرى لمبادرة نمشي معا اللي كان اليوم هو يوم الختام بالنسبة لها. كيف كانت ردود الفعل أستاذ عبد الله في هذه المبادرة والتفاعل ما بين هذه الفئة والمجتمع بشكل عام؟ جميلة، واليوم تميزت بوجود الشعلة الأولمبية التي لأول مرة في دولة الإمارات نشوفها. احنا كنا نشوفها في دول ثانية الحمد لله رب العالمين قدرنا أخيرا نشوف الشعلة الأولمبية. كلنا سعيدين بتواجدها خلال 3 أيام اللي طافت في أبوظبي، ونتمنى إن شاء الله نشوفها السنة الجاية بتكون على بتطوف إن شاء الله 7 إمارات وبنفرح كلنا إن شاء الله فيها إن شاء الله. يعني هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي جاءت ضمن هذا الحدث العالمي الكبير موجهة ليست فقط لأصحاب الهمم أيضا إلى المجتمع. من خلال تفاعلكم مع المنتخبات والأهالي وكل الأشخاص المشاركين، كيف ترى اندماج المجتمع حاليا؟ هل تعتقد أنه وصلنا إلى الهدف الذي نعمل من خلاله من خلال هكذا مبادرات؟ أكيد اليوم استضافة هذا الحدث أخرا أهم شيء فيه يمكن الليجاسي اللي بتحصل عليه دولة الإمارات أو الإرث اللي بنستفيد منه من استضافة هذا الحدث.
نظرة الحكومة الرشيدة الاستفادة من كافة هذه الأمور. أتوقع اللجنة المنظمة الخاصة بتنظيم دورة الألعاب العالمية والإقليمية برئاسة معالي محمد الجنيبي وفقت في هذا الموضوع، ويعطيهم العافية صراحة، مجهودات كبيرة. هذا الرجل دائما مطلع على كل شيء ويحاول نجاح كافة المبادرات التابعة للبطولة. فأتوقع مثل هذا النوع من المبادرات راح يخلي إرث نستفيد منه في دولة الإمارات في عملية اندماج أصحاب الهمم في مع المجتمع بشكل عام. أتوقع هذه المبادرات راح تكون مستمرة إلينا 2019، وعلينا كمؤسسة خاصة بالأولمبيات الخاص استثمار هذه المبادرات وأنها تكون متواصلة بشكل دائم حتى بعد استضافة هذا الحدث العالمي. أستاذ عبد الله، يعني إحنا بالعد التنازلي لحفل الافتتاح يوم غد، احكي لنا شوي ماذا نتوقع أن نرى من الضيوف اللي نتوقع أن نشاهدهم؟ رح نكون معكم إن شاء الله، بس حناخذ بعض المعلومات منك. ماذا نتوقع يوم غد؟ الحين كلنا ننتظر هالمعلومات، ما نبغى نحرق. لا نبغى نحرق، بس يتلبنا حضرنا. بس أنا أهم شيء إن إحنا نشوف، واللي هي اللحظة اللي أنا صراحة تأسرني، دخول الفرق المشاركة. إن شاء الله هي أحلى لحظة صراحة لما تشوفهم داخلين في بداية الحفل ومشاركين الحفل هذا. صراحة هي من أجمل اللحظات اللي بتكون موجودة. طبعا في فعاليات ثانية موجودة إن شاء الله، بتشوفونا بإذن الله باكر إن شاء الله. إن شاء الله. سلطان، آمالك وطموحاتك في هذه الدورة الإقليمية؟ تتويج جميع ألعاب الخاصة للمئات الخاص الإماراتي المراكز الأولى إن شاء الله، ونتمنى الخير لجميع المنتخبات. متحدي متحدي إن شاء الله. أستاذ طلال، بدي كلمة أخيرة منك، شاكرين طبعا وجودكم، لكن نختتم لقائنا بكلمة أخيرة منك. في البداية نتقدم لكم بجزيل الشكر، ولك أختي بشكل شخصي على الاهتمام اللي راح يساهم بشكل كبير في الاستفادة من هذه الاستضافة، هذا رقم واحد. أيضا نتقدم بجزيل الشكر لكافة الجهات اللي كانت داعمة لمنتخب الإرادة في التحضيرات اللي صارت. احنا مرينا ببعض الأمور، يمكن كل شيء كان سريع في عملية إعداد المنتخب، لكن هناك جهات ساهمت بشكل كبير في وصول المنتخب اليوم لهذه الدرجة من الاستعداد. نخص بالذكر يمكن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، دعم بشكل كبير فريق الدراجات وكان متبني وجوده في هذه البطولة. نادي العين للمعاقين ساهم بشكل كبير في نجاح المعسكر. مؤسسة زايد العليا نتقدم لهم أيضا بجزيل الشكر على دعمهم لمنتخب الإرادة. كافة الشركاء الأساسيين، ماي العين، جامعة الإمارات وفرت لنا المواصلات. لاحظنا أن الكل حاب يكون مساهم في نجاح هذا المنتخب. كل الفئات اللي شاركت سواء اللي ذكرنا اسمها أو لم نذكرها نتقدم لهم بجزيل الشكر. أيضا اللجنة المنظمة عن هذا الحدث ساهموا بشكل كبير في أن منتخب الإمارات يكون متواجد في كل هذه الألعاب، كل الشكر والتقدير لهم. نتمنى مشاركة طيبة لكافة اللاعبين. معالي شمة المزروعي رئيس مجلس الإدارة داعمة لكل لاعب وتسأل عن كل لاعب بالاسم، شو احتياجاته، شو الأمور إن شاء الله اللي بتكون معاه. فاليوم يهمنا المشاركة بشكل أولي، وإن شاء الله أنهم أيضا نشوف لعيبتنا فرحانين ويحصلون على ميداليات من هذه المشاركة. نتمنى المجتمع يدعم تواجد هذه اللاعبين من خلال الحضور، التشجيع، لو بالتواصل الاجتماعي. فتواجدهم بيساهم بشكل كبير في نجاح الفعالية بشكل عام. نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله نشوف بطولة مميزة مثل ما عودتنا دولة الإمارات في التميز في تنظيم كافة الأحداث. الله يعطيكم العافية، وشاكرين جدا لوجودكم معنا. الأستاذ طلال الهاشمي، عضو مجلس الإدارة للأولمبيات الخاص الإماراتي، والأستاذ عبدالله الوهيبي، مدير الإدارة الرياضية في الأولمبيات الخاص أبوظبي 2019، وسلطان الخيلي، مختص برياضة الفروسية. شكرا جزيلا لوجودكم معنا اليوم. مشكور الله تعالى. يوم جديد آخر يحمل في تفاصيله قصص جديدة، ويبقى فيها أصحاب الهمم العنوان الأهم. إلى اللقاء.
في الأسبوع 19 من دوري الخليج العربي. الظفرة.